هناك اتهام بتقصير وجمود في اللغة العربية لدى القائمين على اللغة العربية وفي المنظمات المختلفة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا ربما أسرف الكثير عن تعلمها، ما رأيك؟ أهلا وسهلا بك في البداية، وتحية مخلصة خضراء إلى مصر الحبيبة وإلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة. بالفعل هو هذا الحديث نستمع إليه في كثير من المناسبات، وفي كل مناسبة تقريبا حين يتعلق الأمر بمؤتمرات تبحث في مجال اللغة العربية واستعمالاتها. بطبيعة الحال هذا الحديث بقطع النظر عن الخلفيات لابد أن نصغي إليه وأن نأخذ ما يمكن أن يخدم منها اللغة العربية. اللغة العربية ككل لغات العالم هي ظاهرة ديناميكية، وهناك الجانب التداولي والجانب النفعي، وهي في نهاية المطاف قائمة ككل لغة على الاستعمال. فلابد وأن نأخذ وأن نراعي هذه النقطة وهذا المجال، وأن نعمل جهدنا على تطوير لغتنا حتى تكون مواكبة للمستجدات، وهذا ما تقوم به كل لغات العالم الحي، لأنه في نهاية المطاف اللغة التي لا تتطور يضعف استعمالها بشكل يعني تلقائي.